بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعيني وإخواتي الغاليين في فيديو جديد. النهاردة هنعمل فيه إعادة تدوير وهنعمل ديكور جميل، أتمنى إن شاء الله أنه يعجبكم. بداية أنا جبت برطمان عسل عندي كان أخد شكل سداسي، وأخدت مقاس أحد أوجه البرطمان وبدأت إن أنا أرسم ثلاثة من الرسمة ديت على ورقة تكون سهلة، يعني في إن أنا أحط عليها شمع وأزيله. الورقة ديت أنت ممكن تجيبيها من الورقة الموجودة في ظهر الستيكر، لما تشيلي الستيكر الورقة دي احنا مش بنرميها، الورقة دي انا بستغلها في اعمال فنية تانية زي فكرة النهاردة. ولو مش متوفر عندك الورقة دي انت ممكن تستخدمي ورق الزبدة او البلاستيك اللي بيكون موجود في البيجامات والملابس اللي بنشتريها، برضو اكياس زيت بتنفع في الفكرة بتاعت النهاردة. اهم حاجة في فكرة النهاردة ان يكون مسدس الشمع سخن جدا وانتي بتشتغلي قبل ما تبدأي، علشان ما يعملش معاكي خطوط مقطعة وانتي شغالة. بعمل اول حاجة مستطيل كده بالشمع على المستطيل اللي انا رسماه اللي هو اخد شكل وجه البرطمان، وببدأ ان انا اعمل خطوط عشوائية كده وبوصلها ببعضها، وليكي حرية الاختيار في التشكيل وكل واحدة وذوقها او حسب الديكور اللي موجود عندها وعايزة تعمل حاجة شبيهة ليه تكون متجانسة مع بعضها. هنا انا عملت ثلاث اشكال بس من القطعة اللي انا بنفذها دي، عملت منها ثلاثة بس. لو انت حابة انك تعملي ست اوجه كاملين برضو هي تبقى برضو حلوة، وكل واحدة وذوقها. انا حبيت ان انا اعمل ثلاثة بس. بعد ما بخلص الرسمة دي وبتأكد ان هي الشمع نشف تماما، بجيب دهان تكس الايطالي، وممكن انك تستخدمي بدل الدهان التكس الايطالي ده الرش الدهان. طبعا انت لو انت حابة تعملي فضي او ذهبي او اي لون حسب ما انت حابة او حسب الديكور اللي عندك. انا هنا حبيت ان انا اعمل باللون الذهبي. في بس ملحوظة، لو انت عايزة تستخدمي الدهان ده لازم ترجيه كويس او مثلا تقلبيه كويس قبل ما تشتغلي علشان يطلع معاك النتيجة بتاعته كويسة. وبسيبه ينشف. انا جبت هنا فصوص او كريستالات كده كانت عندي، بس كانت لونها باهت، فانا حبيت ان انا استغلها بدل ما ارميها، وبدات ان انا اخدها وادهنها بنفس الدهان اللي انا استخدمته. ولو وصلتي للجزء ده في الفيديو اتمنى ان انت تنزلي تشتركي بالقناه وتضغطي لايك وتدوسي على زر الجرس وتختاري علامه الكل بدل المخصصه عشان يجيلك كل اشعارات الفيديوهات اللي انا بقدمها. نرجع لفكرتنا. هنا انا بعد ما خلصت الدهان خالص وكل الشمع نشف والدهان نشف، انا بدأت ان انا ازيل القطع اللي احنا كنا منفذينها في الاول. بدأت ان انا ازيلها من على الورقة، طبعا شايفينها بتطلع بسهولة، وبدأت كده ان انا انظف الشغل كده بالمقص. كل الزوايد اللي كانت موجودة من الشمع بدأت ان انا اشيلها بالمقص. وهنا بقى هنبدأ نثبت القطع على البرطمان. هثبتهم كده بمسدس الشمع، بس هحاول ان انا ما استخدمش شمع كتير علشان ما يبقاش فيه بروز طالع للشمع كده وبيخلي المنظر عندي مش لطيف. فكرة النهاردة سهلة وان شاء الله النتيجة النهائية تعجبكم. وبنعمل ديكور بسيط من حاجات موجودة في البيت، طبعا مفيش حتى عندنا ما عندوش برطمانات او مثلا خردوات بسيطة بتبقى عندك، توك، فصوص من اكسسوارات مثلا اتقطعت او اكسسوارات قديمة عندك، ممكن ان انت تعملي منها ديكور جميل بخامات بسيطة ومش مكلفة. تقدري ان انت تزيني بيتك وبتعملي احلى ديكورات من ايديكي، وممكن كمان ان انت تعمليها فكرة لمشروع صغير من البيت يدخلك دخل ليكي خاص بيكي. كل دي افكار برضو على القناة، افكار كتير ممكن انت تبدأي بيها مشروعك الصغير بدون تكلفة او بتكلفة بسيطة وزهيدة. هنا انا كنت بثبت القطعة اللي انا عملتها، بدأت ان انا اثبت على وجه وبسيب وجه، يعني هنا كده انا ثبتت على ثلاث اوجه بس، وده كان شكلهم النهائي. وبدأت ان انا احط بقى القطعة اللي انا عملتها الكريستالات ديت على العنق بتاع البرطمان، وبدأت ان انا اثبتهم بمسدس الشمع، وده كان شكلها النهائي. كان شكلها طبعا سهل وبسيط وما خدتش مننا اي حاجة خالص ولا خامات خالص. وجبت شريط ليد كده سلك ليد، وممكن انك تحطي شمعة الكترونية، وحطيته جوه البرطمان وكان شكله تحفة. صورة ظلماء. يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وياريت تسيبوا كومنت تقولوا لي رأيكم في الأفكار اللي أنا بقدمها. ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.